تجربة يعني متلازمة، مجموعة أعراض مع بعض كم معناها وسميناها باسمها. تورات سيندروم مرض وراثي نيورولوجيكا من الأمراض العصبية في أمريكا، بيصيب حوالي 200,000 أمريكي، أكتر في الولاد، نسبة الولاد للبنات 3-1 أو 4-1، يبدأ في سن صغير في من 4-8 سنين، وأكتر سن بتشوف فيه 7 سنوات. أول واحد وصف المرض ده كان في 1825 دكتور فرنساوي نيورولوجيست اسمه جورج جيل دي لا توريت. تورات سيندروم سببه من abnormal activity في مكان في المخ اسمه بيزل جانجليا، مسؤول عن الهرموني ما بين الأعراض أو الحركة الإرادية واللا إرادية، عشان البني آدم ما يعملش حركات لا إرادية هو مش مسؤول عنها. وده الموصل العصبي اللي بيشتغل في البيزل جانجليا اسمه دوبامين. ازاي بنشخص المرض؟ عشان نقول ان شخص عنده تورات سيندروم لازم يكون عنده كذا لازمة حركية ومعاها على الأقل لازمة صوتية واحدة، واللازمات دي لازم تفضل لمدة سنة كاملة من غير ما يقعد الشخص ده أو الطفل ده سليم من غير اللازمات مدة أكتر من 3 شهور. من الحاجات المشهورة كموتور تيكس بلينكي، طفل يقعد يبرمش كتير، يبقى بيشمشم كده من أخيره، يحرك كتفه فوق، جامبينج في مكانه. من الفوكال تيكس يعني زي الكلبي هوهو، باركينج، جرانتينج صوت الهجوم العريضي والنت من أخيره، ميني بيشاوس صرخ من غير أي سبب وبيكرر كلمات. موتور اند فوكال تيكس يعني لازمات متكررة عن طريق حركات لا إرادية أو أترنسز، بعض الأصوات أو الكلمات سريعة جدا فجائية جدا، وبتقعد أكتر ما المدة اللي بتستمر فيها سنة كاملة المريض يعاني من هذه اللازمة. مريض التورات ممكن يبقى معاه أعراض مصاحبة، مشاكل في التعليم، متأخر دراسيا، مشاكل في التركيز، ممكن يكون منهم عندهم مع التورات سيندروم مرض اسمه attention deficit hyperactivity disorder، مرض فرط الحركة، تشتت الانتباه. في منهم عندهم obsessive compulsive disorder، مرض الوسواس القهري اللي هو تكرار أفكار وسواسية في دماغه. وعشان يهدي القلق المصاحب ليها بيبتدي يعمل حركات معينة علشان يهدي التوتر. المرض ده لما بيصيب الناس دي 50% منهم بيخفوا لما بيقولوا، و50% بيفضل معاهم المرض بشكل مزمن. علاج المرض ده في منه علاج دوائي وفي منه علاج نفسي. العلاج الدوائي منه انتي سايكوتكس زي ما اتكلمنا عنه في السكيزوفرينيا، مضادات الذهان اللي هي بتقلل من نسبة الدوبامين. لو المريض معاه مع تورات سيندروم مرض الوسواس القهري بيحتاج أدوية زي سيلكتيف سيروتونين ريأكتيف إنهيبيتورز، دي مواد من المواد اللي بنستخدمها في الاكتئاب وفي الوسواس القهري، بتظبط مادة السيروتونين. لو المريض معاه فرط حركة أو تشتت انتباه ممكن يديله أدوية منشطة زي الميثايلفينيدات والديكسلوروكوين. العلاج النفسي في صورة علاج سلوكي نعلم المرضى دول يتحكموا في اللازمات بتاعتهم ويتعاملوا معاها من غير ما تطلع وتظهر للناس. كونسلينج ليهم ولأسرهم عشان يعرفوا ان ده مرض ويفهموا عنه شوية زيادة ويتعلموا يتعاملوا معاه ويتعاملوا مع الطفل، وبالتالي ما يحصلش مشاكل لا في الأسرة ولا في التجهيز. اتمنى تكونوا فهمتوا يعني ايه تورات سيندروم، ان انا كنت افدتكم، وان شاء الله نكمل مع بعض المرض الأعراض التانية والأمراض التانية في سلايدز تانية إن شاء الله.